وللتخفيف عن مرضى القلب من تكاليف أجور عمليات القسطرة في المستشفيات الأهلية والتي وصلت إلى نحو 500 عملية شهرياً، تم استئناف العمل في شعبة القسطرة القلبية في مستشفى تكريت التعليمي بعد توقف دام لسنوات طويلة لأسباب مالية وأخرى أمنية. ويتوقع مسؤولون بصحة صلاح الدين من افتتاح شعبة مماثلة في قضاء الشرقاط، وذلك ضمن مساع تبذلها دائرة صحة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع المهم. وليد علاء زار قسم القسطرة وأعد التقرير التالي. كثيرة هي أمراض القلب وشرايين التاجية، إذ يجري نحو 500 شخص تقريبا عمليات قلبية شهريا من أهالي صلاح الدين في قطاع أهلي، لكن الآن توفرت العمليات بالمجان، فبواقع 450 عملية شهريا في مشفى تكريت التعليمي زفت البشرى لأهالي صلاح الدين وأعيد فتح بابها أمام المرضى. مسؤولون محليون وبرلمانيون افتتحوا الشعبة وأعلنوها عونا ثمينا للمرضى بدعم كبير من منظمة UNDP. عرس كبير حقيقة للأطباء المختصين بهذا الاختصاص وللناس لإنقاذ حقيقة أرواح بشر ممكن كانت تعاني لأمرين بأزمات قلبية ما بين العلاج داخل المستشفيات بدون تداخل قسطاري أو تحويل مراكز أخرى واحتمالية الوفيات الكلش عالية. اليوم احنا افتتحنا القسطرة بواقع صالتين بكادر طبي متكامل بمواد ممتازة من شركات ومناشئ عالمية، نطمح أن نغطي حاجة المحافظة الكاملة من القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية. الشعبة ضمت 20 سريرا مجهزة بكافة الأجهزة المتطورة وطاقم طبي متخصص. هذه الخدمة ستختصر أعباء الوقت والمال والسفر على المرضى الذين كانوا يضطرون للذهاب إلى مدن بعيدة. يقلل من كاهل المواطن، يعني أنه السفر خارج المحافظة بغداد أربيل السليمانية راح قلت لك الدخل المحدود كذلك همتين يكون إلى الأولية بهذا الموضوع. أكو من عندهم ما عندهم مادة يعني يروحون البغداد أو مثلا يروحون الأربيلة والسليمانية، يعني الحطم المعيشي ضعيف حيل، فهنا إن شاء الله كله مجانا. عندنا أطباء مختصين دكتور مروان ودكتور علي ودكتور بهاء وكلهم إن شاء الله موجودين من أحسن الأطباء عندنا. عمليات ضمن المواصفات حسب يعني حالة المريض. ومن المؤمل أن يحظى الشرقاط شمال تكريت بشعبة قسطرة أيضا بعد أن بدأت خطوات إنشاء المركز فعليا بحسب قول لجنة الصحة والبيئة النيابية التي أكدت وجود دعم مالي تخطى 2 تريليون دينار للارتقاء بمستوى خدمات الصحة. خلال موازنة 23 تم تخصيص بما يقارب 2 تريليون دينار عراقي لشركة كيماديا لشراء المستلزمات الطبية والأدوية. حصلنا موافقة السيد معالي وزير الصحة على إنشاء مركز للقسطرة آخر في شمال محافظة صلاح الدين بالتحديد في قضاء الشرقاط. كملنا كل الإجراءات الفنية والإدارية. إسهام منظمتي وحكومي مشترك ضمن رؤية تطويرية لتوفير الأقسام الضرورية في المؤسسات الصحية بأقضية المحافظة. من تكريت وليد علاء، صلاح الدين.